الهدف في توثيق الروابط الكنسية للعائلات في مدينة بيت لحم. أقيم في مؤسسة العمل الكاثوليكي لقاء مع لجنة العائلات الرعوية في المدينة لتوعيتهم وإرشادهم إلى مزيد من الثقافة في تعلم الإنجيل المقدس والتعمق بمعرفة المسيح ومحبته. المزيد في تقرير مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. تحت عنوان بناء الأسرة المسيحية من الداخل والحرية بالمفهوم المسيحي، اجتمعت لجنة الجماعات العائلية الرعوية في بيت لحم مع قدس الأب برنارد بوجي رئيس المعهد الإكليريكي، وذلك في مؤسسة العمل الكاثوليكي في بيت لحم. تخلل اللقاء الأخوي تراتيل وتأملات وصلوات ومداخلات روحانية ونقاش ما بين العائلات والأب بوجي، تمحور حول عيش العائلات بتعاليم الإنجيل المقدس والتمسك بكلام المسيح والعيش به ومعنى الحرية بالمفهوم المسيحي للفرد والمجتمع. وتهدف لجنة العائلات إلى توثيق الروابط الكنسية للعائلات الذي يمدها بما تحتاج إليه من تنشئة لتتعمق في معرفة المسيح ومحبته حتى تنمو فيها وتشهد له عبر المشاركة في حياة الكنيسة ورسالتها في العالم. اليوم عم نعمل لقاء لعائلات بيت لحم بمبادرة من رعية القديسة كاترينا الرعوية اللاتين في بيت لحم. أبونا رامي طلب منا أنه نعمل هذا اللقاء اليوم، وهي سلسلة من اللقاءات اللي فيها العائلات بتجتمع وبتطرح مواضيع السلسلة بعنوان مشاكل أو صعوبات حقيقية وردود إنجيلية، يعني كيف نحن نوعا ما نطبق الكتاب المقدس على حياتنا العملية. فبالتالي اليوم الموضوع هو موضوع الحرية وموضوع خاص يعني بخصني كون أنه كتبت عن هذا الموضوع في الأطروحة، وخاصة من أوريجينوس من أحد أباء الكنيسة اللي بيركز على أهمية حرية الإنسان في العقيدة المسيحية. أكيد بالنسبة لنا هاي اللقاءات لها صدى وأهمية كتير كبيرة. أولاً العائلة هي نواة المجتمع، وإذا كانت عائلاتنا قوية مجتمعنا قوي، إذا كانت عائلاتنا قوية أطفالنا مستقبلنا أقوياء. فبالتالي هم نواة المجتمع، كتير مهم أنه يكون في عمل كنسي رعوي مع العائلات وللعائلات حتى يكون في عندهم ثقافة دينية ونطرح الأسئلة أو المواضيع اللي بتهمهم في مجتمع اليوم. بالنسبة لنا بعتقد أنه الأهم هو أنه نكون مع بعض. إحنا في أثناء هذا الزمن عندنا سينودوس الإصغاء المتبادل، أن نحن نسمع هموم الناس، نسمع صعوبات الناس، نسمع شكوك الناس وأسئلة الناس، ويكون في عندنا استعداد بأنه نطرح أجوبة ونحكي عن هاي المواضيع اللي بتخصهم، بدل ما نحن نكون مصدر المنبر أنه نحن نحكي بناء على احتياجهم وطلبهم، وهذا اللي نحن عم نعمله اليوم. هلا بالنسبة لسؤالك إيش بتعني لي اللقاءات الروحية؟ إحنا باللقاءات هاي اللي بتكون تقريبا كل أول يوم خميس من كل شهر احنا بنلتقي هون كعائلات، بيكون في مواضيع معينه بنناقشها بتجدد ايماننا وبتزيد ثقتنا بديانتنا المسيحيه وبربنا وبالمسيح، وبنتعرف على كثير شغلات احنا بنجهلها. وبيوم الاحد لما احنا بنروح احنا والعيله على القداس ما بتكون كافيه انه احنا نعرفها ونتعرف عليها اكثر، فمن خلال اللقاءات هاي احنا بنتقابل مع كهنه، مع ناس ذوي خبره عندهم يعني المام تام بالكتاب المقدس، بيقدروا يفيدونا وينورونا ويزيدوا من خبرتنا بهالحياة. شكرا. وطبعا اللقاءات الأخوية بتجمعنا مرة في الشهر، لقاءات كتير حيوية وكتير مفيدة، بتجمعنا كعائلة واحدة، نحن مسيحيين في الأرض المقدسة ونبين حالنا أنه في وجود مسيحي في فلسطين. بنيجي على الاجتماعات، نحضر الاجتماعات هذه اللي هي بالنسبة لنا يعني إشي أساسي بحياتنا، لأنه الاجتماعات عنا عم تعطينا فرصة
انه نقدر نسمع محاضرات كثيره تكون في صميم حياتنا كزوج وزوجه. كثير هذه اللقاءات بتكمل معنا للبيت وبتكمل معنا نقدر نعيش واحنا بنسمع. يعني كل لقاء لنا بيكون فيه له تبعيه في البيت انه بنناقش ونقدر نعيشه وبنقدر نكتشف اشياء فينا ما كنا مكتشفينها قبل. فالمحاضرات هي جزء كثير كبير من حياتنا. تمام، نفس الفكر انه قديش اللقاءات الدينيه هذه جدا مهمه داخل الرعيه، واحنا طبعا كنقول ازواج قاعدين بنعيش هذه الكلمه ما بين ضمن رعيتنا الكبيره، تنين تنتقل هذه المعلومات الدينيه وهذه الخبره الروحيه جوا بيوتنا. فيسوع اعطانا بكل بساطه انه نقدر نعمل هذه الكنيسه البيتيه. اذا كل انسان بيقدر بالفعل يعيش هذه الرساله داخل بيته، واحنا كمتزوجين بنحاول نعيش هذه الكلمه كلمه ربنا داخل بيوتنا ونطبقها على حياتنا وعلى اولادنا، وان شاء الله نقدر نعيش بحسب مشيئه ربنا بحياتنا اليوميه. شكرا ويعطيك العافيه. تنتمي لجنة الجماعات العائلية إلى كنيسة القديسة كاترينا الرعوية برعاية كاهن الرعية الأب رامي عسكري، وتعتبر من الجماعات الرسولية الكنسية الفعالة في الرعية. هذا اللقاء الذي أثمر في النفوس الطمأنينة وكيفية بناء وعيش الأسرة من الداخل والحرية بالمفهوم المسيحي. للنورسات مارلين الحدوة من مؤسسة العمل الكاثوليكي بيت لحم.